نطالبوا من خلال هذه العريضه بتخصيص واحد النسبه من المقاعد للاشخاص في وضعيه اعاقه بغرفتي البرلمان والمجالس المنتخبه. كما تعلمون ان العريضه كيأثرها يعني القانون التنظيمي 44/14 واللي كيخول لكل مواطن ومواطنه انه يطالب يعني بمقترحات او تغيير او ما الى ذلك. كاين الفرق ما بين العريضه والملتمس، فالعريضه كتطلب 5000 توقيع من اجل قبولها، في حين ان الملتمس كيطلب 25000 توقيع. الملتمس كيكون ملتمس من اجل تغيير قانون او تنظيمي في الدستور، ولكن نحن هنا نقدم عريضه من اجل المطالبه بالاشراك الفعلي للاشخاص في وضعيه اعاقه في مراكز القرار، كذلك من اجل تخويل واحد تمثيليه نسبيه للاشخاص في وضعيه اعاقه بقبه البرلمان وكذلك بالمجالس المنتخبه من خلال تخصيص واحد لما لا واحد لائحه وطنيه او نسبه معينه من الاشخاص في وضعيه اعاقه يولجوا للمراكز القرار، خصوصا وانهم ادرى يعني بالاحتياجات ديالهم بالخصوصيات ديالهم بمجموعه من القوانين التنظيميه يعني تشرع وتنظم من اجل يعني تيسير الحياه العامه للمواطنين. وكذلك دائما يجب الاخذ بعين الاعتبار الاشخاص في وضعيه اعاقه، وبالتالي تواجد الاشخاص في وضعيه اعاقه في مراكز القرار غادي يكون عنده واحد يعني واحد اللمسه ايجابيه من اجل احداث واحد طفره نوعيه. اذا هذه مطالبه يعني بتمكيننا من التمكين السياسي اولا، يعني كاين عاوتاني كذلك مقاربه ديال النوع، كذلك تكافؤ الفرص، كذلك ندخل في اطار عدم التمييز. اذا كل هذه الامور متداخله في اطار الحقوق اللي كيخولها اولا الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي وقع عليها المغرب سنه 2009 البروتوكول الاختياري، وكذلك اللي كيخولها الدستور المغربي، كذلك كيخول للاشخاص في وضعيه اعاقه المشاركه السياسيه. نحن لا ننكر ان يعني ابواب الاحزاب ابواب السياسه مفتوحه في وجه الاشخاص في وضعيه اعاقه، ولكن تمكينهم واحد الكوطه كتبقى يعني وسيله تمكينيه، وسيله ايجابيه من اجل ابداء واحد النوع من يعني من نقدروا نقولوا من الحق الملموس، ماشي الحق الذي فقط يكون حبر على الورق، لانه كما تعلمون هناك مجموعه من الاطر القانونيه. مثلا ناخذ على سبيل المثال 7% المخصصه للاشخاص ذوي اعاقه في مجال الشغل، ورغم انها موجوده في القانون الاطار لكنها غير مفعله. إذا هناك بعض الأمور اللي تحسنات في القوانين الدستورية في المغرب، ولكن يعني ضرورة إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة هو أمر جد مهم خصوصا في الشأن السياسي المغربي. الحمد لله كاين تفاعل على الصعيد الوطني، الحمد لله كاين منسقين على الصعيد الوطني تقريبا بجميع الأقاليم المغربية من طنجة إلى القرقارات. إذا فكرة يعني إيجاد توقيعات كذلك من القرقارات هي قائمة لدى هذه اللجنة، لما لا تنقل إلى القرقارات من أجل جمع التوقيعات خصوصا لأجل في إطار هذه المطالبة بهذه العريضة هذه. كذلك تواجد الأحزاب السياسية هي متواجدة لحد الآن، ما غاديش يمكن لي نذكر الأحزاب اللي وقعت لحد الآن، ولكن الحمد لله كاين واحد يعني كاين واحد توافق ما بين الاحزاب على انها كتحبذ الفكره، وبالتالي هذا نداء ربما للاحزاب اللي مازال ما يعني ما توصلتش باللائحه او كذلك انها مازال ما تفاعلتش مع الموضوع، انها لما لا تفاعل مع الموضوع في هذا الاطار هذا اللي هو اطار جد مهم اللي هو الاشراك السياسي الفعلي للاشخاص في وضعيه اعاقه. أكيد فوصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المجالس المنتخبة، إلى الغرف المهنية، إلى قبة البرلمان، فهو غادي يمكن هؤلاء الأشخاص أنهم يدافعوا بصفة عامة على المواطنين والمواطنات، لأن احنا نحن سواء، وكذلك الدفاع بشكل خاص على الأشخاص، على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إذا دائما غادي يكونوا حاضرين في مناقشات الإطارات القانونية، القوانين التنظيمية، إذا دائما سيكون البعد
الإعاقة حاضر في كل قانون تنظيمي، لأنه يعني مهما اختلفنا فنجد أن الأشخاص وضعية إعاقة متواجدون في جل المجالات، سواء في الحرف، في المهن، في الوظيفة العمومية، في جميع المجالات. وبالتالي ضرورة تفعيل هذا المطلب هذا كيبقى يعني ضرورة ملحة من أجل إبراز وتوضيح أن الحكومة المغربية مع هذه الفئة كذلك في هذا الحق، هذا الحق السياسي.